عليكم ورحمه الله. مع حضراتكم سماح حسن من شركه كرييتيف جروب. هنتعلم النهارده مع بعض ازاي نعمل برسبكتيف لاي صوره، وايه فايده البرسبكتيف، او هو بينتج لي ايه. البرسبكتيف هو بيبدا ان هو يعمل لاي صوره عندي شكل 3D، بمعنى ان انا اقدر من صوره ابني بيها زي مكان كده، زي وول عندي وارضيه، وكل ده عن طريق البرسبكتيف. في الفاينالي بحس ان انا عملت زي غرفة او عملت زي اوضة اقدر ان انا احط فيها ماتيريال فتظهر عندي بشكل بيرفكت جدا. طيب انا بفتح اب فايل نيو، اخترت ورقة A4 5 اكسل بس، طلع اوكي. هبدأ اجيب صورة، صورة زي دي. عندي صورة زي دي، هبدأ أسحبها كده على برنامج الفوتوشوب. الصورة دخلت لي في حدود بوكس، البوكس ده بيسمى بالترانسفور. يعني ايه ترانسفور؟ يعني ببدأ ان انا اتاح ليا ان انا اقدر اكبر او اصغر او اعمل روتيشن للصورة يمين او شمال. طيب انا ابدأ ان انا ازاي اكبر او اصغر الصورة بتاعتي، بان انا بشد كده بالماوس يمين فوق او شمال او تحت بالشكل ده. طب انا لما بشد بيحصل عندي ايه؟ بيحصل عندي ان السكيلينج بيتغير بتاع الصورة. طب قال لي احافظ على الكلام ده ازاي؟ قال لك تحافظ على الكلام ده بان انت تكون وانت بتكبر وتصغر بتدوس شيفت والت مع بعض، بحيث يحافظ على السكيلينج من السنتر ومن الجوانب بالشكل ده. ابتديت احط الصوره بتاعتي، اكبرها شويه تحت واقول له دن. تخيلت معاك ان الصوره اللي انا دخلتها دي ممكن تكون جدار الحيطة اللي انا هبدأ ادخل عليه اي صورة تانية واعمل لها برسبكتيف، فيبان عندي ان دي الحيطة والبرسبكتيف اللي هيتعمل لاي صورة تانية، لاي صورة كباترن ممكن اكون منزلها من على الانترنت كأرضية. طيب ابدأ ان انا اجيب اي صورة تانية بالشكل ده، ادخلها هنا على البرنامج. برضو دخلت لي في حدود الترانسفورم، بتتيح عندي ان انا اقدر اكبر او اصغر بالشكل اللي انا عايزاه، تمام. بلس ان هي كمان بتديني اوبشن البرسبكتيف. طيب انا واقفه في حدود الترانسفورم، اقدر ادوس كليك يمين اختار برسبكتيف. قال لي اول ما بتختاري البرسبكتيف عندي الجزء اللي في اخر نقطه خالص تقدري تشدي منها وكانك بتشدي لبره تماما بالشكل ده، فبيحصل ان قطعه الباترن اللي انت دخلتيها كباركيه ابتدت تميل معاكي بشكل برسبكتيف، تقدري ان انت تحركيها في اي مكان ويصبح عندك ان الباك جراوند الصور اللي انت دخلتيها وابتديت ان انت تتعامل معاها كحيطة وكبرسبكتيف ان انت بتبني زي ارضية، بتبدأ ان انت تستغلها في ديزاين بتاعك كصور. اقدر اقف هنا على اللاير تحت الصورة الاولانية، احركها في اي مكان انا عايزاه بالشكل ده. كمان انا كنت جايبة عندي زي كنبة كده الليفنج، كنت قصاها قبل كده بالشكل ده، وقدرت ان انا اكبر او اصغر الكنبة بالسكيل اللي انا عايزاه، ومحافظة طبعا على السكيل بان انا دايسة شيفت والت مع بعض. عجبني الحجم ده قلت له دن. طب انا عايزة احط الكنبة على قطعة الباركيه دي، قالك انت بتيجي عند اللاير بتاعت الكنبة دي بتبدأ ان انت تشدها فوق، تحطها فوق لاير الباركيه، تبدأ دلوقتي تحطها في المكان اللي انت عايزه، فاصبح عندك ان قدرت تعمل برسبكتيف بشكل ممتاز جدا. قدرت ان انت تحط باك جراوند كانها حيطه
قدرت ان انت تعمل لقطعه الباركيه اللي دخلت برسبكتيف وتشدها بالشكل ده، وقدرت ان انت تكون قاصص اي حاجات للكنب او للسراير للاباجورات، وتبدا ان انت تجمل بيها الصوره دي، وكانك كونت زي شكل. الشكل ده ليه طول وعرض وعمق، فداك الفاينالي بالشكل ده.